أكيد رشا، بننتقل لمساحتنا الطبية لليوم. رح نسلط الضوء مع بعض على أنشطة الرابطة السورية للجراحة التنظيرية الحشوية التي عقدت ندوة علمية لها عام 2022 في السادس والسابع من تشرين الأول الحالي تحت عنوان المستجدات في الجراحة الاستقلابية والجراحة التنظيرية الحشوية. للحديث بشكل موسع عن الندوة وآخر فينا نقول التقنيات العلمية بخصوص هي الندوة معنا الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر وعضو مجلس رابطة الجراحة التنظيرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن ندوات ومؤتمرات. قبل ما نفوت بموضوع الندوة والتفاصيل، قد ايه اليوم مهم دائما عقد هيك ندوات ومؤتمرات؟ قد ايه مهم اليوم التوعية بكل مجالات الصحة النفسية ان كان او الطبية؟ هلا المؤتمرات او الندوات بشكل عام هي فرصة تبادل الخبرات بين الزملاء، كل واحد شو عم يشتغل، او الشباب اللي جاي من بقعد في البلد او شلون مثلا عاملين دوات او كذا، نتبادل الخبرات بين بعض. كمان هي فرصه اجتماعيه شلون بين بعض، انه كمان زملاء صرنا فتره مثلا مو شايفينهم كذا، وفرصه يتعرف كل واحد على الثاني شلون. هلا الفرصه الاكبر هي للجراحين الشباب، انه نعمل تقو مع الجراحين الخبره شلون، يشوفوا شو عم يشتغلوا شو عم يساووا، عم يتوجهوا صح لطريقه العمل الصحيحه شلون، مقابله المريض بشكل صح. فيعني هي الندوات بشكل عام شو ما قلت لك بوابه مفتوحه، فينا نقول علميه، بوابه علميه مفتوحه واجتماعيه. خلينا نحكي عن هي الندوه شو تضمنت. مثل ما قلت يمكن من اهم هي الندوات واقامتها هي تبادل الخبرات بين الجيل فينا نقول الاساسي والجيل الشباب يعني اللي هو منطلق، ونحن عندنا فينا نقول خبرات وقدرات ومهارات شبابيه يجب صقلها بشكل فعلا كبير ضمن ظروفنا الصعبه اساسا. يعني نحن 10 سنوات من الحرب فينا نقول فعدنا ضغوطات اقتصادية ومادية وفينا نقول حصار يعني بمعنى الكلمة. لا يعني مثل ما تفضلت حضرتك، يعني احنا في عنا شوية ضغوطات، في شوية صعوبات. هلا هذا الحكي طرقنا فيه نحن بأول محاضرة، عارف شلون؟ انه واقع الجراحة التنظيرية شو عم يصير بالبلد والآفاق المستقبلية متوقعين تتحسن او كذا شلون. هي كانت المحاضرة الأولى بالمؤتمر انا ألقيتها، كان في 21 محاضرة. المحاضرات بشكل أساسي تركزت على جراحة البدانة، الجراحة الاستقلابية بشكل تاني شلون، المزايا، المنافع، شو العقبات اللي ممكن تصير، اكتساب الوزن بعد عمليات البدانة شلون، تدبير البدانة بطريقة دوائية تمام الحديث الاستقلاب. فكان يعني محاضرات كتير منوعة. بنفس الوقت كان في أكثر من محاضرة بشأن عوامل كولونات دكتور علاء، في عندنا كان حالات سريرية كتير مميزة من جراحين زملائنا، جراحين شباب شلون، وجراحين يعني ضمن استعراض بعض الحالات تمام. كان الجلسة الأخيرة يوم الجمعة كلها هي حالات سريرية شلون، فاستعرضوا كتير حالات تمام. فيعني الحمد لله يعني كانت فرصة كتير حلوة، ومشاركين كانوا تقريبا حوالي 250 يعني طبيب من جميع المحافظات، وكان في نسبة كبيرة منهم طلاب دراسات ويعني زملائنا بالمراحل الأخيرة من الاختصاص. فمثل اللي كانت فرصة كتير كبيرة إنه الخبرة المخضرمين تنتقل لجيل الشباب يعني، وكتير يعني صار تركيز إنه على بتقول مفاتيح العمليات، مفاتيح النجاح بكل عملية وكل مقاربة بشكل صح. يعني نحن عم نحاول إن شاء الله تعالى إنه نوصل يكون مثل ما إنك في مثل دليل عمل عام شامل بكل القطر العربي السوري، بحيث إنه يعني هالحالة سواء شافها في الصين أو زيد أو كذا بأي مكان بالقطر العربي السوري الحبيب، إنه يكون تقريبا مقاربة نفسه والمريض يأخذ نفس الخدمة إن شاء الله تعالى. فيمكن اللي كانت فرصة إنه نضبط بالذات الجراحة الاستقلابية غير جراحة البدن، يعني إنك تبعد السكري وكذا شلون. الجراحة الاستقلابية يعني هلا هي عم تاخذ الصدى لكثير كبير بالعالم حاليا شلون، مثل ما نحن حكينا أكثر من مرة شلون، تقريبا 5 العالم عندهم متلازمة استقلابية أو مشاكل تتعلق بالسمنة والاستقلاب. دكتور حكيت بشكل عام عن المحاضرات اللي انطرحت ضمن الندوة، خلينا نحكي عنك بشكل خاص وعن الندوة اللي طرحتها حضرتك، كانت بعنوان الجراحة التنظيرية بين الواقع والآفاق المستقبلية. خلينا نحكي عن ما بدنا نقول تفاصيل عن أعمدة هي الندوة، على شو اعتمدت فيها؟ لا أنا ما اعتمدت، أنا احنا عملنا إحصائية تمام الحديث من واقع خبرتنا واتصالاتنا مع الزملاء وكذا شلون تمام. أول شيء عم نشوف أجهزة التنظير موجودة بالبلد،
كم جهاز شغال فعال، اجهزه التنظيم المتقدمه ال اتش دي وال 4 كي، عرفتون كم جهاز ممكن يشتغل. تمام، بنفس الوقت نحن عم نشوف الزملاء كيف نحن مثلا من اول كنا اي شغله بدنا نشوفها مثلا بلاقي خلال شهرين طلع احد الزملاء عمل دواء بالمقاربه الجديده او التقنيه الجديده ورجع. حاليا نحن في صعوبه بهالقصه شلون، فعم نشوف نحن كنا كمان انه كم طبيب مثلا تبع دورة تدريبيه بهذا السنه الفائته، عرفت شلون كيف امكانيات نحن انه ننقل هي الخبره للاطباء اللي ما خضعوا اجهزه التدريب عندنا منا شلون الموجوده حاليا التريننج بوكس شلون كم جهاز موجود. اجهزه المحاكاه نحن في رشوه انه يشتغل الشخص بشكل افتراضي، عرفت شلون مو معقول انه يتدرب على جسم انسان، المفروض يتدرب يعني العمليه يكون عاملها بشكل افتراضي او كذا حتى يكون عم يتقارب صح، عرفت شلون. فنحن كنا عم نحط محاور نحن وين واصلين وشو ناقصنا وكيف نحن ممكن نبلش، عرفت شلون. تمام، بنفس الوقت ركزنا على جراحة الروبوت. احنا كنا كان في فكرة من قبل الأزمة انه نجيب جهاز دافنشي، عرفت شلون، على مشفى البيروني لسبب معينة ما جاب الجهاز، عرفت شلون. فنحن انه ممكن نحن قد ننطلق نواكب يعني، فنحن كنا عم نشوف الصعوبات وكيف نحن ممكن الشيء الموجود بين ايدينا الخبرات الموجودة بين ايدينا شلون نقدر نوصل للشباب بطريقة تكون يعني صحيحة وسليمة بممارسة جراحية فعالة وآمنة للجراح وللطبيب وللمريض. طيب دكتور، قبل ما نحكي عن الخلاصة الندوة أهم يمكن نتائج اللي طلعتوا فيها، خلينا نحكي عن الحالات اللي تم استعراضها خلال الندوة. يعني ذكرت أنه تم استعراض حالات لبعض الجراحات التنظرية، هي أهمية هي الحالات، يعني فينا نشوف حالات يعني روتينية بنتابعة ولا لا هي حالات جديدة؟ لا. تم إدراج مثلا فينا نقول يعني في بعض الخبرات السورية الدكاترة بيبتكروا شيء جديد خلال الحالة، تم ابتكار أشياء جديدة طبيا؟ هلا مو ابتكار، نحن كفكرة أساسية حكينا أكثر مرة جراحة تنظيرية ممكن تقوم فيه بأي جراحة تقليدية بطريقة جراحة تنظيرية، شو التوافق والخبرة أنا كان شيء لفت نظري في محاضرة الدكتور محسن سامي إنه كان رباط المقوسة شلون، أنا عملية هو مريض انسداد أو شبه انسداد للشريان المسابيق العلوي شلون، قارب لحالة بالتنظير شلون، وفر على المريض فتح بطن ويعني أنا عمل جراحي كبير شلون. لا، الفكره الاساسيه بالجراحه التنظيريه هن يعني كميزه عن الجراحه التقليديه انه رؤيه اوضح، انتان اقل، الم اقل، زمن تشافي اقل، عشتون. فضمن هالافكار هي عشتون استشتون الجراحه مختار بين تنظير بين اوبن يعني جراحه مفتوحه، عشتون دائما بني ادم يعني مخه خلاق، عشتون فنحن مقاربات عم تصير شلون، هي كثير لفتت نظرنا هي الحاله، عرفتون قصه. كمان الدكتور علاء مثل اللي تبع استئصال الكونات بالتنظير كمان يعني احنا ممارسه شلون يعني بدها خبره اكثر شوي، عرفتون. فالحمد لله انه الخبره موجوده، عرفتون، عم تنتقل للبقيه، عرفتون. في حالات صادفت الشباب استجابه حتى فينا نقول الافكار الطبيه مع بعض يعني. هلا نحن عملنا خلاصه بنهايه الندوه، عملنا خلاصه ونحن كفكره اساسيه نحن هلا وجود الانترنت يعني اي شيء عم يصير برا شلون ممكن نحن خلال فتره بسيطه نطلع عليه ونحاول انه ندقق فيه. بس نحن كان احد المشاكل عم نحكي فيها نحن اعتماديه التدريب يعني نحن ما بيصير بني ادم انه يشتغل على يعني جراح يشتغل بدون ما يكون مدرب على القصه شلون او اخذ خبره فيها بشكل صح لحتى يوصل ممارسه صح. يعني احد الشغلات ذكر الدكتور طريف مثلا بالاثناء الندوه انه في تدرج كان لحتى بلش يشتغل بس انه جراحة باي باس بس كم مرحلة قطع كم دواء سواها لحتى وصل انه يشتغل اخر شيء باي باس، عرفتون. فنحن ما بيصير انه جراح خلص امبارحة يجي اليوم ثاني يوم يقول لك والله انا حاشتغل كل عمل بالتنظيف، هي بدها تدريب بدها اعتمادية للتدريب. نحن هي اللي عم نحاول نوصل فيها ضمن الرابطة ونقابة اطباء سوريا انه نعطي اساس معينة للتدريب سواء البيزك او الادفانس، عرفتون، بحيث نحن انه يعني الجراح نعرف انه عم يشتغل بشكل سيف، عرفتون، لإله وللمريض بشكل عام، عرفتون. والشغلة الثانية كمان الأجهزة الموجودة، قلت لك نحن عم نشوف موجود أجهزة، الأجهزة المتطورة كذا، عرفتون، الأجهزة لازم كل فترة وفترة، عرفتون، يكون في تشيك عليها إنه نحن إنه الجهاز عم يتضخ غاز مزبوط، الرؤية تبعته صح، ما في مشاكل بالألوان كذا، عرفتون، هي كلها بتعطيك ممارسة صح يعني، عرفتون. فنحن هي عم نحاول يعني هي ما تقولوا مو اللي بنقولها صرنا نحن عاملين أكثر من شغلة، عرفتون، بس هي أحد اللبنات نحن عم نساويها مشان بناء إنه ممارسة جراحية هي آمنة إن شاء الله تعالى، عرفتون، بكل القطر العربي السوري. ما بيصير نحن بس إنه والله إنه العمليات تتركز مثلا بمشفى واحد أو بمكان واحد أو مدينة واحدة، عرفتون، المفروض يعني إن شاء الله تعالى يكون عندنا إنه جراح بكل مكان بالقطر العربي السوري
عنده جهاز امن وعنده خبره مضبوطه عشان بدقه تديه الصحه لحتى ما بيصير جاح التنظيم بشكل امن وفعال. طيب دكتور انا هاي النقطه كنت اسالك عنها، الاجهزه اليوم نحن ضمن الحصار اللي عم نعيشه اكيد كقسم جراحه تنظيريه بحاجه لاجهزه وبحاجه لمعدات خاصه، اليوم هل واقع الجراحه التنظيريه ضمن الظروف بسوريا بخير؟ واليوم انتم لشو بحاجه؟ لا هلا نحن يعني ضمن الظروف اللي نحكي فيها ما حقلك انه مثالي، بس نحن عم نشتغل تقريبا يعني في ممارسه فعاله مزبوط، بس بحاجه اليوم بحاجه اكثر. بس هلا نحن احد الشغلات اللي كنا عم نحكي فيها العقبات هو مشكله الكوست، التكلفه. يعني انت جهاز جيبي من زمان كنت تجيب جهاز تمام الحديث مليون ليره تجيب جهاز شلون وشو ابن سنتو عرفتوا، هلا تقولي تجيب جهاز شلون عم تحكي بنص مليار ليره عرفتوا طيب. فهو التضخم والحصار اللي صار عندنا شلون ما عم نجيب اجهزه مثل ما بدنا نحن عرفتوا. هلا شو بدي اشبه لك اياها، هلا ممارسه الجراحه التنظيريه على الفور كي والاجهزه وكذا شلون، مثل واحد سياره مرسيدس ومثل واحد سياره موديل هلا اثنين عطون بيوصلوا بس يعني في فرق كذا. فنحن بدنا نوصل هيك عرفتوا. هلا في خطوات وفي تلك يعني نحن الاجهزه المتطوره جدا في عندنا حوالي 40 جهاز بالقطاع العربي السوري، يعني هذا شيء جيد مو سيء عرفتوا. نطمح يكون الوضع اكثر ان شاء الله تعالى احسن باذن الله تعالى عرفتوا، بس هي بدها جهود اكثر شوي صغير عرفتوا. يعني بتقولوا يعني خطوة موصل إن شاء الله تعالى. بس نحن الحصار كتير مأثر علينا شلون بالأجهزة بالتجهيزات، يعني مثلا استابلرات كذا شلون تكلفة يعني غالية شلون قصة كده. المفروض نحن يعني إذا الله يسر ومونا تعرف شلون نوصل مثل بلاد برا هلأ طيب جراحة تنظيرية كتكلفة تساوي الجراحة التقليدية، وخاصة أننا عندنا كادر طبي متميز اليوم صح، وعندنا شباب واعد طبي كمان مفروض يكون هي هي عملك يعني مو ناقصهم الابتكار ولا الحلول الخلاقة مثل ما بيقولوا عرفتوا، ولكن صحيح. المشكلة الأساسية أن أحيانا التكلفة كثير بتفرق معك شوي صغيرة، الخبرة موجودة وقلت لك في أخلاق أفكار خلاقة كثير، التكلفة عم توقف عقب شوي صغيرة إن شاء الله تعالى موصل لمرحلة بإذن الله ترجع أن تكلفة الجراحة التنظيرية تساوي تكلفة الجراحة التقليدية، وبصفى بقى الخيار بقى شلون الجراحي نقي الاسباب الاصح. اكيد بالختام شو خلاصه فينا نقول الندوه كانت يعني خلاصه النتائج خلاصه الندوه خبره بتقولوا خبره الاباء ننقلها للاحفاد شلون كان كثير فرصه حلوه انه انتقلت الخبرات الاساتذه للجيل اللي بعدنا اللي بعدنا انه هن بعد فتره ان شاء الله هن حيشتغلوا فينا شلون. هي اول نقطه. النقطه الثانيه احنا استمريت عقد هيك لقاءات وهيك ندوات كان احد الشغلات الهامه جدا شلون انه احنا اي انسان او اي واحد صح له فرصه يتدرب مكان او كذا شلون باقات القطر شلون يعني اذا رجع يحاول الخبره اللي اخذها انه يتقاسمها مع رفقاته يحاول ينقل لهم شو وصل شو يعني شو حصل هو عليه من خبره او كذا لبقيه الزملاء، ويعني ان شاء الله تعالى شلون يعني شويه تعاون وشوية محبة شلون يعطيكم ألف عافية. أكيد بدنا نتشكركم على هذه الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا كثير لك. شكرا دكتور بتشكركم كثير وبتشكر يعني احنا نقلتكم مجلس إدارة الرابطة الأستاذ عبد الغني الشلبي والدكتور حسين حيدر أمين السرياني والدكتور ومهندس باسل حرفوش لكل أعضاء الرابطة يعني بذلوا كثير جهود.